أسعد يوم بيبقى أنا فيه اليوم اللي بشوفك فيه وببقى في وسطيك. أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب بعت أبروف ده على طول دلوقتي. وأنا عاوز أقابله والله. أه محمد صلاح طبعًا. وعايز تقابله. مرة واحدة بس مش على طول. نجيبه. نجيبه. شكرًا. ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءًا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.